بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الآن بفضل الله تعالى سنقف عند بعض آيات من سورة هود عليه السلام، ونبدأ ببعض التي تميزت، بعض الأشياء تميزت بهذه السورة، وهي مكية النزول إلا 12 17 114 اللي هي مدنية. واعتنت كثيرا بالصراع الذي قام متكررا بين الأنبياء عليهم السلام، منهم سيدنا نوح عليه السلام، منهم سيدنا هود عليه السلام، منهم كثير، منهم سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام، سيدنا شعيب عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. وكذلك ربي ركز على عاقبة الظالمين الذين كفروا الأنبياء عليهم السلام أو اتهموهم بما ليس فيهم، شعراء مجنونين، والمجر تعرفون أنتم لغة الكفار متنوعة ولا أساس لها من الصحة والسلام.